السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منذر بوزقية، ونحن نتلاقوا من جديد في فيديو آخر من فيديوهات مادة الدنتال أناتومي عبر صفحات مبادرة نان ستوب أو بدون توقف. بالنسبة لزملائي طلبة سنة أولى أسنان، آخر حاجة وقفنا فيها كانت موضوع السيرفيسز متاع التيث، أسماء السيرفيسز. حكينا بالتفصيل الأسطح في السن، كم عددهن، شن أسماءهن، شنو الاختلاف لو كنا نحكو على الأسنان الأبر اللي قاعدات في المكزيلا والأسنان اللور في الماندبل. وقلنا أنه ضروري نكون مثبتن كويس وحفظن وقادر نفرق بيناتن عشان لما نجي نشرح أي حاجة معتمدة عليهن ما نبداش نلخبط ونرد نراجع فيهن، فمهم بك لأننا نثبتن من توا. نبي نشرح حاجة توا هي مش مهمة واجد، ولكن ضروري يكون عندك علم بيها وضروري تعرفها ويجن منها بعض الأسئلة في الامتحان، اللي هن lines والpoint angle في كل في الأسنان بشكل عام. تمام، lines والpoint angle طبعا قال لك هنا إن مش كفاية إنك تعرف إن السطح هذا ميزيال والسطح هذا ديستال وهذا ليبيال وهذا لينجوال، قال لك ضروري تعرف حتى العلاقة بيناتهن، هل في حاجة تجمعهن مع بعضهن؟ فالإجابة حتكون نعم، لأن السن هي عبارة عن one block، يعني جسم واحد، فأكيد الأسطح متاعها متوصلات أو مرتبطات ببعضهن عن طريق lines و point. شنو الفرق بين اللاين؟ اللاين هو خط يجمع بين سطحين، لكن البوينت هي نقطة تجمع بين ثلاث أسطح. تمام، عندي هنا صورة توضيحية لقيتها في النت وتوصل بها المعلومة أفضل من الشيت. هنا هنحكو عن اللاين أنجل وهنا هنحكو عن البوينتس أنجل. طبعا ما فيش اختلاف، كل الأنتيريور تيث ينطبق عليهم، يعني مش كل سن عندها لاين وبوينت أنجل خاص بيها، لا، الأنتيريور تيث عندها لاين أنجل خاص بيهن وبوينت أنجل خاص بيهن، يختلف عن البوستيريور تيث. هنا الموضوع، السؤال ممكن يجيك في أعداد، يعني مثلا هنا لو أنتم لاحظين اللاين أنجل في الأنتيريور تيث 6 والبوينت أنجل في الأنتيريور تيث 4، فممكن يلخبطك هنا يقول لك how many line angle في الانتيريور تيث. تمام، خلينا نديروا مراجعة. السطح هذا اللي مقابلني شن حنسميه؟ أنا قاعد قدامي انسايزر، بغض النظر إذا كانت أبر ولا لور، هذا ليبيال اللي من لاورا لينجوال، وعندنا الدستال والميزيال من الأجناب. حلو بكل بهي، لو نجول الانسايزر الإجة هي الحافة، نحن لما كنا نفرق بين الأسنان الأمامية والخلفية نقولوا إن الخلفية عندها حاجة اسمها الكاسبس أو الكسبات كيف ما نحكو بالعربي، اللي مخليت لي في عندي حاجة اسمها أكلوزال سيرفس اللي هو السطح متاع الطواحن اللي نستخدمه في مضغ الطعام، بينما في الأسنان الأمامية في عندي حاجة اسمها حافة أو الإدج، الأنسايزال إدج. بهي لو نجي للأنسايزال إدج، هل في علاقة تربط بين بأسطح السن؟ أكيد. شوفوا هنا، هو الليبيال سيرفس ممتد لعند النهاية لعند الانسايزال ايدج، وكذلك اللينجوال سيرفس ممتد لعند النهاية لعند الانسايزال ايدج. فلما نبي نسمي اللاين انجل هذه حنقول ليبيو انسايزال لاين انجل، يعني اللاين اللي تربط بين الليبيال والانسايزال، واللينجو انسايزال لاين انجل اي انها اللاين اللي تربط بين الانسايزال واللينجوال. شن في عندنا اخرى اسطح؟ في عندنا ديستال وميزيال. هل في علاقه بين الديستال والليبيال واللينجوال وكذلك الميزيال؟ اكيد، ما هو كلهن اسطح ملمسات بعضهن، فمعناها في عندي لاين يربط لي بين الديستال والليبيال وفي عندي لاين يربط لي بين الديستال واللينجوال، عشان هيك في عندي لاين اسمها ديستولينجوال لاين انجل وديستوليبيال لاين انجل. نفس الموضوع ينطبق على الميزيال، ميزولينجوال لاين انجل وميزوليبيال لاين انجل. حلو، تمام بكل هذا بالنسبه لللاين انجل نتاع الانتيريور تيث. بالنسبه لللاين انجل نتاع سوري البوينت انجل نتاع الانتيريور تيث، شوف هو ياخذ في بوينتس نقاط، تمام، ما ناخذش في لاين. فالبوينت هذه حتجمع لي بين من ومن ومن؟ شوفوا هنا في عندي ليبيال باهي، وهنا في عندي انسايزل، وفي عندي ميزيال سيرفس، خذت ثلاث اسطح، فكيف حنسميها؟ ميزو ليبيو انسايزل بوينت انجل، ميزو ليبيو انسايزل بوينت انجل، لان جمعت لي بين من؟ هي نقطه خذيتها من على الانسايزل ايدج، رابطه بين من ومن؟ بين الليبيال والميزيال. بهي لو بندير نفس الحاجه لكن بالنسبه للديستال، نفس الكلام، ديستو ليبيو انسايزل بوينت انجل، به من اللي بيتغير؟ هو حيقعد
حيقعد ليبيو ليبيو انسايزل فيهن كلهن، بس من اللي حيتغير؟ مرة خذيت من الليبيان ومرة خذيت من اللينجوال. بمعنى ان النقطة هذه لما قلت ميزيو ليبيال انسايزل بوينت انجل، تمام، خذيتها من جهة الليبيال، بهي في عندنا لينجوال، فحنعدي نغير، بدل ما نقول ليبيو حنقول ميزيو لينجوال انسايزل بوينت انجل. نجول الدستال، خذيتها مرة من الليبيال وخذيتها مرة من اللينجوال. الدستال والانسايزل مش حيتغير، من حيتغير؟ حتغير النقطة هذ، مرة خذيتها من الليبيال ومرة خذيتها من اللينجوال. اذا كان في بوينت انجل في الانتيريور تيث في عندنا 4، تمام. انا خذيت نقطتين، هن كأنها النقطتين بس، لكن مرة خذيتها على حساب الليبيال ومرة على حساب اللينجوال، تمام. نقطتين على الانسايزل، الحاشيتين بتاع السن اللي هن اللي هنا اهي، حاشيتين هذينا مرة من الليبيال ومرة من اللينجوال. نجول اللاين انجل بتاع البوستيريور تيث. اللاين انجل بتاع البوستيريور تيث لو جينا عديناه في البداية، 1 2 3 4 5 6 7 8. فالسؤال هنا ممكن يلخبطك بين هنا وهنا، يقول لك من الأسنان اللي عندهم 8 لاين انجل، هل هن الانتيريور ولا البوستيريور؟ خلونا نجي نشوفه كيف حسبهم. احنا قلنا في عندنا موضوع اللي هو الكلوزال سيرفس، هذا اللي خلى في عندي تقريبا 4 جهات نحسب منهم. طبعا بالنسبة للأكلوزال سيرفس، كل الأسطح متاع السن يلمسن أو ينتهين عند الأكلوزال سيرفس، فضروري كلهن نحسبوهن، يعني الميزيال والدستال بكال ولينجوال كلهن ينتهين عند الأكلوزال سيرفس. فحنلقوا حاجة اللي هي ميزو أكلوزال، لينجو أكلوزال، وحنلقوا دستو أكلوزال وبكو أكلوزال. هذه حاجة ثابتة خلاص، إن كل الأسطح حنربطهن بالأكلوزال. هذين 4 انتهينا منها من اللاين انجل، تمام. نجو بعدها، تمام، نجو بعدها قالك في لينجو أكلوزال لاين انجل، لينجوال وأكلوزال، هذه تمام انتهينا منها، قلنا ميزو أكلوزال، لينجو أكلوزال، دستو أكلوزال، بكو أكلوزال. في ميزو ليبيا تربط بين من ومن؟ قلنا خط يربط بين الميزيال والليبيال، معناها في نفسها شنو؟ في دستال، في دستو ليبيال. زي ما في سوري، نحن نحكو على بوستيريور تيث فحنقولوا ميزو بكال، فحيكون في عندنا دستو بكال. شفتوا هنا الموضوع، اني انا دبني نحكي على بوستيريور مش حنقول ليبيال، ليبيال هذا اللي في الانتيريور تيث، بوستيريور تيث حيكون في عندها البكال سيرفس اللي قلنا مقابل العضله اللي سميناها الباكسينيتور، تمام. فمعناها لعن توش قلنا لاين انجل متاع البوستيريور تيث 4 انتهينا منهن، اللي قلنا الاربع اسطح ينتهين في الاكلوزال، فحنجمعهم به ميزو اكلوزال، دستو اكلوزال، لينجو اكلوزال، وبكو اكلوزال. قلنا في علاقه بين تونجول الاسطح في حد ذاتها، تونفوت الاكلوزال شويه، في عندنا ميزو بكل علاقه بين الميزيال والبكل، وفي علاقه بين الدستال والبكل. بهدا بني قلت بكل، معناها في حتى في الميزيال والدستال عنده علاقه حتى باللينجوال، فحيقعد في عندي دستو لينجوال وميزو لينجوال، تمام. اذا بشكل سريع عشان ما لخبطوش ارواحنا، ميزيال دستال بكل لينجوال حنربطهم بالاكلوزال، بعدها الميزيال والدستال حنربطهم مره بالبكل ومره حنربطهم باللينجوال، هكي حيقعد عندنا 8 بوينت انجل. ترى نجول سوري لاين انجل، هنا نحكو نجول البوينت انجل في البوستيريور تيث اللي هي قلنا النقطه اللي تجمع لي بين 3 اسطح. عندنا كم وحده؟ 1 2 3 4. اذا يتشاركن الانتيريور والبوستيريور في عدد البوينت انجل، بس يختلفن في عدد اللاين انجل، تمام. نفس الحسبه هن، ميزو لينجو اكلوزال بوينت انجل، دستو لينجو اكلوزال بوينت انجل، ميزو بكو اكلوزال بوينت انجل، دستو بكو. يعني الدستال والاكلوزال سوري ايوه هو البروكسيمال، بروكسيمال هو الميزيال والدستال مع الاكلوزال ثبتات، ما يتغير. مره نحسب في العلاقه بينهن وبين اللينجوال، ومره العلاقه اللي بينهن وبين البكل، تمام. اذا ميزيال اكلوزال، ميزيال اكلوزال، دستال اكلوزال، دستال اكلوزال، ما اللي تغير في النص؟ اللي تغير مرة نحسب فيهن لينجوال ومرة نحسب فيهن بكل. وبهيك تكون انتهت قصة اللاينز والبوينت انجل، تمام. ممكن يعني يجيني شورت نوت يقولي مثلا اكتبهن،
ونكتبهن سهلات جدا، ما فيهنش اي فكره، ده بني فهمتهن بالطريقه هذه والرسمه هذه حتساعد بكل في اني نثبتهن تمام، ونقد عارف اعدادهن كل سن او كل مجموعه اسنان اللي هن الانتير والبوستير كم اعداد اللاينز والبوينت انجل فيهن تمام. نجولي موضوع مهم حتى هو اخر في الفيديو هذا اللي هو اللاند مارك نتاع التيث، اللي هن اللاند مارك الحاجات المهمه اللي نحن اول ما بدينا نشرحه قلنا كم حاجه عليهم تمام، فمفروض يكون في عندنا فكره سابقه على الموضوع. اول حاجه اللوب، one of the primary center of calcification formed during development of the crown, the cusp, mammalian and cingulum representation of these loops. Tooth has four or more loop, the anterior four loop, the posterior على حسب النمبر متاع الكسب. شن معنى الكلام هذا والألوان اللي نشوفه فيهن؟ اللوب اللي هو حاجة تنقضوها بالتفصيل بعد نطقه سنة ثانية لما نتعرف السن كيف تطلع في الأساس أول ما يبدأ يتكون الجنين في رحم الأم. فقال لك إن بداية تكوين الأسنان عن طريق اللوبس، اللوبس اللي هن بعدين بعد أنا ننضج ونكبر أو أسنان الأطفال يعني تطلع بشكل كامل، تكون يا إما على هيئة كسب يا إما على هيئة ماميليونز شنو نحكوا عليهن شنو هن، يا إما على هيئة سنجرا. معناها شنو أول حاجة تبدأ في تكوين السن؟ حاجة اسمها لوب. شنو الحاجة أخرى اللي نحفظها وما ننساهاش بكل؟ إن الأسنان الأمامية عندهم فور لوب تمام، وهناخذه بعدين لو في إكسبشن حاجة يعني تختلف على القاعدة هذه. البوستيريور حسب كم عندها كسب تمام، هنا الكسبات اللي نحكو عليهن اللي قلنا في الأكلوزال بوستيريور تيث، الكسب اللي هو اللي قاعد على الأكلوزال سيرفس الارتفاعات أو الإليفيشنز تمام. عندنا أربعة لوبز قلنا في الأنتيريور تيث، ثلاثة يطلع عن الليبيال سيرفس كيف ما هو راسم هنا، ثلاثة لوبز يطلع عن الليبيال، واحد يطلع في اللينجوال اللي هو بعدين يطلع يمثل لي السنجلم، وتنعرفوا شنو هي السنجلم بعد نطقوا فيها إن شاء الله تمام. هذا اللوب أول كسب اللي نحن من أول حاجة شرحناها في المادة هذه قلنا في حاجة اسمها كسب، أهو قاعد يرسم لك. طبعا أول مرة نتعرفوا على الكسب كان عند الكناين لما قلنا أن اسمها كسب التوث، لأن الكناين فيها كسب واحد في الانسايزال إج متاحة. في عندنا هنا عيت البريمولر الاثنين، في عندنا اثنين كسب، وبعدها المولر في اللي عندها أربعة وفي اللي عندها خمس كسبات. هو elevation various size and shape يختلف في الشكل والحجم، located قاعد على الاكلوزال سيرفس متاع البوستيريور تيث والانسايزر بورشن متاع الكناين نفس ما قلنا. وقلنا ان الكسب هو عبارة عن denote primary loop، انه هو عبارة عن حاجة حلت محل primary loop. شفتوا الماميليون هنا شن شكلهن؟ ماميليون هنا اللي هن الاسنان الاطفال اول ما تطلع، بالذات اللي هن جهة الانسايزر تيث يطلع فيهن الماميليول هذين اللي هن عبارة عن small rounded projection of enamel on incisor ridge of a newly erupted teeth. الأسنان البيبي أول ما يطلعن بالشكل هذا بالماميليونز هذين اللي يختفين بعدين، بعد البيبي يبدأ يستخدم في أسنانه ويبدأ يطحن بها الطعام فيختفين وتقعد incisor edge مستوية كيف الأسنان الطبيعية. جينا للسنجلوم اللي قلنا تنشرحوها، أكيد أنتم متخيلين أن الشكل هذا شكل سن أمامية، يعني نحن هنا نحقه في إدج ما نحقوش في أكلوزال سيرفس، والجهة هذه هي الجهة اللي ما نشوفوش فيها في السن اللي هي جهة البلتل أو اللينجوال من اللاورة، فالمكان هذا تقدروا تلمسوه حتى بلسانكم. آخر حاجة في السن من جوا السن الأمامية اللي هي حاجة اسمها سينجلم، حاجة مرتفعة. لو أنت تسكر أسنانك على بعضهن، أسنانك اللي لاورة تخليني خبطا في بعضهن، وتخلي أسنانك الأمامية اللي فوق تغطي على أسنانك الأمامية اللي لوطة، حتلاحظ أن حاشية الأسنان اللي لوطة قاعدة تخبط فيها في السنجلوم هذا اللي فوق. لو نحكو بشكل علمي نتوى نشرح لك ببساطة، لكن الكلام هذا علميا أن أنت الإطباق الصحيح متاعك أو الأكلوجن الصحيح متاعك أن أسنانك الأمامية اللي لوطة أو الإنسايزال إج متاع اللور أنتيريور تيث أكلود تلمس في السنجلوم متاع الأبر أنتيريور تيث. لما تسكر أسنانك على بعضنا التسكيرة الصحيحة تمام. جينا الحاجة اسمها توبيركل، هي small elevation found على the crown of the teeth differ من الكسب that is result from excessive formation of enamel while cusp is formed
of bulb horn covered by dentine. Yes, إن هي شبيهة بالكثب وشبيهة بالسنجلم، يعني هي من الحاجات اللي نلقوها بارزة على سطح السن، ولكن هي قالك تختلف على الكثب، إن هي مش حاجة نورمال طلعت خلال التكوين، لا هي ممكن عبارة عن خلل معين. أحد الأمثلة إن في إنامل بشكل زيادة تكون في المنطقة هذه، أو إن مثلا في سنجلم الجناها مرتفعة شوية أو كسب مرتفع شوية زيادة على اللزوم، معناه إن هو في تبركل فوقة اللي هي كأنها طبقة زايدة من الإنامل. وعرفنا شنو هو الإنامل، اللي هو المادة اللي تحمي الكراون متاع السن. في عندنا حاجة اسمها ريدج، أو خلينا نشوفوه بالصور أوضح، حتى هو من عائلة الحاجات الإليفيتد من على سطح السن. نحن اللاند مارك مقسمات إلى قسمين، علامات مرتفعة من على سطح السن وعلامات ديبرست، علامات اللي هي كيف ما نقوله نحن، كيف نقولوها بالعربي، إن العلامات اللي نلقوهن على هيئة جروف، على هيئة حفر، وعلى هيئة انغماسات في السن. تمام؟ الريدج هو linear elevation on the surface of a crown take its name according to the location and shape. وقال لك على حسب اللوكيشن هو يقسم إلى الآتي. إذن هو لما ناس سميته ريدج لأنه هو linear، لأنه هو ارتفاع خطي، مش زي الكسب داير لي هرم، داير لي بيراميدا للكسب، لكن الريدج داير لي حاجة خطية، ارتفاع خطي. وأعتقد واضح أنه هو موجود في أكثر من مكان في الأسنان. قال لك على حسب مكانه، في عندنا اللينير اللي هو elevated portion من التوث، يمشي in a line، يمشي في خط ويسمى على حسب مكانه. في cervical، دبني سميتها cervical، من وين حنلقاه؟ نلقاه لأن المكان هذا أنا قريت من قبل وعارف إنه هو هذا اسمه cervical part من السن، اللي يجي عنده منطقة اسمها cemento enamel junction أو cervical line. فمعناها اللينير ridge هذا قاعد في جهة cervical وسميتها cervical ridge، cervical one third. تمام؟ إذن هنا الأسماء تشرح لك وين مكان الريدج، وتشرح لك حتى شنو التعريف متاعه. في عندك ريدج لينير قاعد في الانسايزر، تمام؟ وين في الانسايزر؟ أوهو في جهة اللينجوال من الانتيريور تيث. حنلقوا إن في جهة الانسايزر في عندي ريدج تكون نتيجة الحفرة هذه، تنعرفوا شن اسمها بعدين لما ناخذوا الدبرست لاند مارك، العلامات اللي دايرة ديبريشن في السن. نحن تو قاعدين نقول في العلامات اللي بارزات من على سطح السن اللي سميناهن elevated landmark. هذا incisor ridge linear وقاعد وين؟ في incisor third من جهة اللينجوال، هذا عليش سميناه incisor. في عندنا labial زي هنا في الكناين مثلا، في عندنا labial ridge في النص هنا ارتفاع، حتى بعد تشتغلوا carving أكيد يطلبوا منكم تديروه labial ridge. في عندك بكل، نلقوه على البكل surface متاع البريمولر ridge، هذا عليه سميته بكل. في عندنا lingual ridge vertical elevation، زي ما في هنا labial ridge، حتى الكناين وكذلك البريمولر لما نبي نشوفها من جهة اللينجوال حنلقى الridge هذا من جهة اللينجوال. تمام؟ في عندنا الكسب ridge، حتى الكسب تمام اللي قلنا شكله هرمي نازل منه ridge، وحنشوفه شكله بالضبط ونأكدوا عليه. طبعا في عندنا رجات اخرى حتى هو من عيت اللينير خطيات. تمام؟ طبعا احنا في الاول رقم واحد لينير، واللينير هذا قلنا على حسب مكانه في سيرفايكال وانسايزال وليبيال وبكال لينجوال وكسب ريدج. قال لك رقم اثنين اللي هن المارجنال ريدج اللي ضروري نلقوهن سواء كانت انتيريور او بوستيريور، اللي هو كيف الحماية مارجنال ريدج هذينا حماية من الاجناب، إليفيتد ريدج طالع طولي خطي تمام لكن جاي في المارجن. ليش سميتها مارجن؟ لانه هو جاي في المارجن. وين نلقوه؟ في الميزيال والديستال، في اللينجوال، في الانتيريور، ونلقوه في الميزيال والديستال متاع الاوكلوزال. تمام؟ الميزيال والديستال تمام في اللينجوال سيرفس متاع الانتيريور، والميزيال والديستال متاع الاوكلوزال سيرفس متاع البوستيريور تيث. هذا بالنسبه للمارجنال ريدج. بكل بساطه هذا شرح الريدج. في عندنا ريدج آخر، طبعا هذين مهمات بكل حتنسألوا على مكانات، لأن مش قعدات إلا في مكان معين مش في كل الأسنان. الترانسفير ريدج حنلقوه وين؟ في اللور بريمولر. ترانسفير ريدج شن معناها؟ ترانسفير يعبر من اللينجوال للليبيال، كأنه يعبر من الكسب اللي قاعد في اللينجوال إلى الكسب اللي قاعد في الليبيال، هذا اسمه ترانسفير ريدج. في عندنا ريدج آخر اسمه أوبليك، أوبليك بمعنى مايل، وهذا وين حنلقوه؟
في الأبر بريمولر أبر أبر بيرمننت سوري الأبر سكس أبر بيرمننت فيرست مولر والأبر ديسيدوس سكند مولر. أبر ديسيدوس سكند مولر يعني السكند مولر اللي فوق عند الأطفال والسن الأول مولر فوق عند البالغين. تمام، تنعرفوا ليش قلنا أبر سكس وليش قلنا الأبر إي، هذه بعدين في النمبرينج سيستم في التسمية متاع الترقيم. تمام، هذا شكل الأوبليك ريدج يربط بين كسبين شفتوه لكن جاي بشكل مائل. بالنسبة قالك according to the shape of the ridge في عندنا triangular ridge، شوفوا أهواه الريدج اللي مبدري حكينا عليه اللي هو الكسب ريدج، ريدج نازل أو الكسبات اللي نحكوا عليهن، أعتقد الآن بينات عليكم بشكل واضح وشكل مش عشوائي، مش عبارة عن حاجة مرتفعة وخلاص، لا شكل هرمي ونزلت منهن ريدج. في عندنا ريدج من هنا، في عندنا ريدج من هنا، في عندنا الريدج اللي في النص هو. عندك triangular ridge اللي هو أهوة اللي دير للمثلث بتاع الكسب بسمينه triangular ridge. تمام، هو linear elevation extend يمتد من التب بتاع الكسب لعند central portion بتاع occlusal surface، يعني طالع من هنا من التب بتاع الكسب لعند لوطة، من التب بتاع الكسب لعند لوطة، فدير لي triangular ridge. وبهيك نكون كملنا elevated landmark. تمام، نبدو في الدبرست landmark، يعني خلاص ننهو الشيت، ممكن حنوصله نص ساعة أو 35 دقيقة في الفيديو هذا بس عشان يكمل أول شيت. الدبرست landmark لأن الحاجات اللي ديرت depression كيف ما قلنا عليه اللي هن زي الجروفز، الجروفز اللي هن التجويف هذا اللي نشوفه فيه. تمام، فعندنا حاجة اسمها developmental groove، هو shallow groove سيباريت الكسب or the primary part of the teeth ونلقوه على الأكلوزال سيرفس. تمام، وممكن يمتد على البكل واللينجوال سيرفس متاع الأسنان الخلفية. معنى إن هو يفصل بين الكسبات، واضح الموضوع صح؟ إن هنا قاعد في النص هذا مثلا اسمه سنترال جروف، كأنه فصل لي بين الكسبات اللي قاعدات في البكل والكسبات اللي قاعدات في اللينجوال، وحتى الكسبات اللي في نفس الجهة في جروف ممتد من السنتر شفتوه، فصل لي بين الكسبين هذين مثلا، وفي جروف طالع من هنا فصل لي بين الكسبين هذين. نفس الشيء هنا جهة اللينجوال، جروف طالع فصل لي بين الكسبين هن الميزو لينجوال والدستو لينجوال كسب، شفتوا هنا ممتد حتى على البكل واللينجوال سيرفس وممكن حتى على الميزيال والدستال سيرفس. شن معنى سبليمنتال؟ عرفنا شن معنى ديفلوبمنتال، يعني حاجات جروفات أساسية اللي منها سنترال جروف. تمام، السنترال جروف طلعت منها حاجة اسمها أوكسيلاري جروف، الريجولار أوكسيلاري جروفز اللي نشفتون احنا هذه سن طبيعية، يعني جروفز طلعت من الجروف الأساسي، حاجات أوكسيلاري زيادة. تمام، وهنا عبارة عن تفرع من الديفلوبمنتال جروف. تمام، وين أكثر مكان؟ قال لك الأبر ثيرد مولر، يعني آخر ثيرد مولر فوق، آخر مولر فوق باي فولود باي، قال لك بعدها الأبر سكند مولر وبعدها الأبر سكند بريمولر آر كاركترايزد باي هاي نمبر أوف سبليمنتال جروف، وتشز ممكن تجيك إم سي كيو أول أوف ذا فولوينج كاركترايزد باي هاي نمبر أوف سبليمنتال جروف إكسبت، أو تقد عارف من هن الأسنان اللي فيهن أكبر عدد من السبليمنتال جروف. وعرفنا شنو السبليمنتال جروف اللي هن تفرع من الديفلوبمنتال جروف الأساسيات. نجول الفشر، الفشر نلقوه في القاع متاع الديفلوبمنتال جروف ناتج عن انكمبليت يونيون اوف برايمري لوب. تمام، شوفوا الفشر، الفشر كيف الجروف ولكن حاجة أعمق، يعني حاجة نازلة أكثر في السن. وكان كم يعني عندك معلومة من قبل إن الفشر هذا أول مكان تبدأ فيه السوسة أو أكثر مكان تحب البكتيريا اللي تبدأ في تكوين التسوس، نسمه فيه بيت أند فشر كيرز، اللي هو السوسة اللي تبدأ من الفشر، لأن هو حاجة ما توصلهاش فرشة الأسنان والتنظيف بشكل سريع أو بشكل سهل، فبالتالي ممكن يصير فيه استغنيشن أو تحصل هنا بقايا الطعام والبكتيريا تجمع وتبدأ عندك السوسة في المناطق هذين. تمام، اهو شكل الفشر بين عليكم. تمام، هو الفشر هو حاجه يعني اعمق من الجروف شويه.
في عندك سلكس هنا، السلكس اللي هو منطقة التجمع، هي الترينجل اللي تكون عندي هنا، هذا نسمه فيه سلكس. قال لك هو long valley on occlusal surface running between the cusp and the ridge. Inclined surface meets centrally in yes. هو قال لك running between the cusp والridge. Between the cusp والridge. الكسب والridge. أهو. تمام. و include surface meet yes. لعند النقطة التقاء. أهو. نقطة التقاء الرجات اللي نزلت من الكسب. فدير لي كيف التريانجل، مش مهمة واجد المعلومة هذه، ولا يعني تسألوا فيها واجد. جينا للفصة، شفناها واجد الشكل هذا مبذري، لو احنا نشرحه في الريدج تذكروا قلنا في عندنا حاجة اسمها مارجن الريدج، في عندنا حاجة اسمها انسايز الايدج. تمام. فعندي الريدجات هذين اللي متكونات نتيجة ان في عندي فصة في النص. الفصة اللي هي الحاجة الدبريشن، الحاجة كيف الحفرة بمعنى أصح أو بمعنى بسيط، حتى لما تجوا تشتغلوا كارفينج يقولك ضروري الفصة في جهة اللينجو لتوضحها. أول ما أنت ترسم الفصة من اللاورة فدغري حيبان المارجنال ريدج والإنسايزر ريدج يبان دغري. هذه مثلا سن بريمولر، في عندي هنا تو فصة من هنا ومن هنا. تمام. في عندي مثلا هنا هذه بوستيريور تيث، هذه تقريبا أبر سيكس، فانت تشوف ان هنا في عندك سنترال فصة، في عندنا سنترال جروف تشوفوا فيه في النص، في سنترال فصة، وحتى من الميزيال والدستال في ميزيال ودستال تريانجولار فصة. تناخذوه اول منظر هذا شفتوه، المكان هذا اللي بدا فيه التسوس هو اللي اسمه الفشر، شفتوه، والنقاطي هذين اسمها بت، اي فشر حتلقى فيها بت. البت هي كيف البين بوينت، انا شوف شن قالك عليها. البت ممكن تكون true وممكن تكون false. طبعا هنا الفصة نحن حكينا عليها، بس قال لك ان انواعها نحن شرحناهن central, triangular ولينجوال. هذا مثال على اللينجوال، انا هن مثال على اللينجوال. تمام. وهذه مثال على central. triangular اللي هي الفصات اللي جن من جهة الميزل والدستل، اي فصة من جهة الميزل والدستل نسمو فيها triangular فصة. تمام. وحجوها وحتسمعوا بيها اللي انت ملوا منها وتحفظوها، يعني الموضوع هذا الشرح هذا اللي هنا اللاند مارك، مش خلاص حتاخذوهن مرة ومعاش حيمرن عليكم. في كل شيت للأسنان حتلقوا المعلومات هذين، فبالتالي يعني حتحفظوهن بالتكرار. نردوا للبت، في عندنا ترو بت في عندنا فولت بت. الترو بت حنلقوها في التريانجولر فصة، هي عبارة عن الجنكشن أو نهاية الديفلوبمنتال جروف. يعني مثلا هنا شوفوا هنا هذا السنترال جروف، سنترال معناه الجروف اللي في النص، هذا ينتهي عند حاجة اسمها تريانجولر فصة اللي قلت لكم في أي سن بوستيريور ضروري من الميزيال والدستر في الأكلوزال سيرفس نلقوا حاجة اسمها تريانجولر فصة. قال لك نهاية السنترال جروف هذا. تمام. هنا في عندي بت، البت هذه تمثل نهاية الديفلوبمنتال جروف عند وين؟ عند الفصة. تمام. او هنا كنا نحكوا نحنها ان هي قاعده في التريانجولر فصه، وان هي قاعده في نهايه الديفلوبمنتال جروف اللي هو في النص. هذه ترو. باهي لو كانت فولت، الفولت قال لك هي نتيجه انكمبليت فورميشن اوف انامل، يعني نتيجه خلل ان الانامل ما تكونش كويس، نلقوها في نهايه البكال ديفلوبمنتال جروف في اللور مولر او البلتال بتاع الابر مولر اللي هي اهي نتيجه خلل معين ما تكونش عندي إنامل كويس هنا، فهذه فولت. أمتى تكون ترو؟ لما تكون قاعدة في مكانها الصحيح اللي هي عند تريانجولر فصة في الأكلوزال سيرفس، ما تكونش نازلة هنا. تمام. ومكاناتها ممكن يكون المحل سؤال اللي هي اللور مولر أو البلتال جروف متاع الأبر مولر. جينا لآخر حاجة في شيت الانترودكشن اللي هي توث نمبرك سيستم. نحنا قلنا بش أنا نسمي سن مثلا نبي نسميها بالطريقة العادية أو نبي نشرحها نسميها عادي، نبي نقول إن هي ماكزيلري ولا مندوبلر، نبي نقول إن هي بيرمننت ولا ديسيدوس، مهم بك لنا نقول إذا كانت دائمة أو إذا كانت سن لبنية، ونبي نقول إذا كانت رايت أو ليفت، ونبي نقول شن اسمها سنترال lateral, canine, premolar, molar. تمام. يعني مثلا نبي نقول maxillary او نبدا بان هي permanent maxillary right central incisor.
مثلا بتسمي المولر فوق بنقول permanent maxillary permanent maxillary first molar اللي هي right first molar. شوفوا كيف اني ناقي قاعد نفكر بش نجاوب او نسمي السن بالتفاصيل كلها. هل تعتقدوا ان هي وسيلة سهلة بش نتواصلوا بيناتنا كدكاترة لما بنوصف لك سن معينة او بنسمي لك سن معينة عند احد المرضى؟ اكيد تبي تاخذ منك وقت وتبي تفكر، وحتى لما تبي تكتبها ولو كنت في حالة مستعجلة او طارئة. فهذا عليش الدكاترة او العلماء متاع طب الاسنان اخترعوا النمبرك سيستم وطريقة التسمية عن طريق الارقام. لما نجي نقولك upper 6 خلاص نقولك upper right 6 مثلا او lower left 7 خلاص انت عرفت وين هي السن اللي انا نحكي لك عليها. ما عادش حنقدر نقول لك انها permanent maxillary right second premolar مثلا. تمام. So the numbering system هو طريقة تواصل تسهل عملية تسمية الأسنان. في عندنا ثلاث أنظمة: بالمر، FDI تمام، أو الاسم الآخر متاعه 2 digital، الاسم متاعه هذا مهم. G which of the following numbering system called 2 digital system، فأنت حتجاوب إنه هو FDI أو universal numbering system. تمام، ثلاث أنواع أو ثلاث أنظمة من التسمية. من الأكثر كومن حتى هو يجي سؤال، أوهو البالمر هو أكثر واحد كومن في الاستعمال وأسهل واحد، لكن لكل واحد عيوب تعرفوا عليها. نبدو بالبالمر نوتيشن سيستم. هنشوفه قاعد رسم لي الخط هذا كأنه يقول لي إن هذا مكزلة وهذه ماندبل. بعدها دار لي الخط هذا تمام اللي هو الميد لاين اللي حكينا عليه من أول ما بدينا نشرحه في الشيت، اللي يفصل لي الفم إلى 4 أرباع 4 quadrants، وقلنا مشيات clockwise. شوفوا upper right upper left lower left lower right. طبعا قلنا right متاعي هو left متاع البيشنت، وياريت معش اللي خبطوا فيه. شوفوا انه هو شن داير، بادي من 1 لعند 8، من 1 لعند 8 وهكذا في كل ربع تمام، وماشي clockwise مع عقارب الساعة. هذه حاجة تمام. به أنا عارف الأسنان، يعني هنا نعرف إن هذه سنترال وهذه لاترال، كناين فيرست بريمولر سكند بريمولر فيرست مولر سكند مولر ثيرد مولر، لأن في كل ربع في عندنا 8 أسنان صح ولا لا؟ وهنا قالي إن الأسنان دائما رمزولهن من 1 لـ8 في كل ربع. يبدأ الترقيم من عند خط الوسط الميد لاين لعند النهاية. به أنا كيف نبي نعرف إن هي رايت ولا لفت؟ قال لك دير العلامة أهيه. لو جاتك العلامة هذه حرف L مقلوب، معناها أنا نحكي لك على upper right اللي هو أهوه حرف L مقلوب. لو جاك حرف L كيف ما هو ورقمت لك السن، معناها أنا نحكي لك على upper left وهكذا. شوفوا الأشكال هذين. هل تعتقدوا أن هذا سهل أني أنا نشتغله، يعني نديره بالطريقة هذه؟ لا، يعني أنا لو بنحكي معك شفهيا بنقولك مثلا lower right 6 مثلا lower right 6 خلاص دغري تمام. ممكن لو كتيبة صح هنضطر أننا نستخدم الرمز هذا بش أنك تعرف أنا نحكي هل right أو left. شوفوا لو بنحكوا على deciduous أسنان الأطفال بش تقدر تفرق بيناتن، هو دايرة باللاترد بالحروف تمام، بادي من A لعند E، لأن أسنان الأطفال في كل ربع في عندنا 5 أسنان. ونفس القصة upper right upper left lower left lower right. فمثلا لو قلت لك lower right D lower right D، ما أنت تقدر عارف أني نحكي على منو lower right D. لو جينا نفكر نسموها بالتسمية التقليدية حتكون حنقوله deciduous أو primary mandibular right first molar، لو بنسموها التسمية التقليدية. بشوفوا أن الطريقة هذه أريح وأسهل بواجد بكل. شوفوا البالمر سيستم، شوفوا كيف دير لك الحروف عند الميد لاين، هكي أنت تحكي رايت هكي أنت تحكي ليفت، نفس القصة لوطة والحروف يدلان. هنا لو بنحكوا على البيرمننت الأسنان الدائمة، هكي أنت تحكي رايت هكي ليفت وهكذا. نجول الـ FDI. الـ FDI هو سيستم يستخدم في الدنتال آرش، يعطيها يس. هو يعطي، مش نحن قلنا 4 أرباع خلاص، يعني أنا الـ 4 أرباع هذينا عندي هو
ليش سميتها تو ديجيتال؟ لأنه يستخدم في رقمين مش رقم واحد، رقم عطيه للربع ورقم عطيه للسن. يعني هو عادي كيف اللي فات يبدأ من 1 لـ 8، من 1 لـ 8 نفس القصة، لكن في رقم آخر جنبه اللي هو يدل على رقم الربع. يعني هنا الربع الأول، يعني لو جتني من 11 لعند 18 معناه هو يحكي على الربع الأول، لو جتني من 21 لعند 28 معناه هو يحكي على الربع الثاني. تمام، هذا يسهل لي نعرف الأسنان أو السن وين مكانها بالضبط، فوق ولا لوطة، يمين ولا يسار، وهكذا الربع الثالث الربع الرابع. تمام، فقال لك من 1 لـ 4 نعطيها للدنتيشن. تمام، من 1 لـ 4 اللي هنا للأرباع، سوري اللي هو الكوادرنت الأرباع، بس قال لك من 1 لـ 4 للبيرمننت، من 5 لـ 8. يعني مثلا لو لقيت 50s و 60s و 70s و 80s معناه انت قاعد في برايمري تيث، هيك النظام هو. تمام، لكن لو لقيت 20s و 30s و 40s معناه انت في البيرمننت تيث. تمام، اذا تو ديجيتال لانه هو يستخدم في رقمين، رقم يعطيه للربع ورقم يعطيه لعدد السن. تمام، وحاجه اخرى اني انا طبعا فوق في البالمر من عيوب النظام هذا انك تلخبط بين اليمين واليسار، كيف ما شرحنا انه صعب انك تتعرف على السن رايت ولا ليفت. باهي، ومن عيوب النظام هذا، من عيوب النظام هذا اللي هو حتلخبط بينه وبين النظام اللي بعده حنعرفوه. تو هذا تو ديجيتال صح؟ تمام، شوفوا اليونيفرسال سيستم حتلقوا ان الموضوع قريب. يعني في عندي ارقام مشتركة هنا، لو جو تشوفوا العشرينات هذين والثلاثينات قعدات حتى في السيستم اللي قبله، فعشان هيك في الامتحان ما تخافوش منها. يعني هو حيعطيك اسم السن، مثلا لو جاتك في MCQ حيقول لك سميها لي بالنظام الفلاني، فأنت تقدر عارف روحك شنو كيف تبي تجاوب. يعني اليونيفرسال هنا شن داير؟ اليونيفرسال بادي من رقم 1 لعند رقم 32 وماشي مع عقارب الساعة. شوفوا بادي هكي بعدين نازل هكي ومكمل لعند هن. أول سن بدأ بيها هي منو؟ الفيرست نمبر عطاها للرايت ماكسيلاري بيرمننت ثيرد مولر. الماكسيلاري تيث انتهن لعند رقم كم؟ لعند رقم 16. المندوبلر تيث بدان عند رقم كم؟ بدان عند رقم 17. يعني وين انتهى هنا عندي الترقيم هذا؟ انتهى عند الرايت مندوبلر بيرمننت ثيرد مولر، صح؟ بدا عند الرايت ماكسيلاري بيرمننت ثيرد مولر وانتهى عند الرايت مندوبلر بيرمننت ثيرد مولر. شنو مرقم الديسيدوس تيث؟ مرقمهن حتى هو بالحروف، بس ماشي بنفس النظام، بادي من الـ A لعند الـ T. تمام، اذا بادي من هنا ومنتهي هنا نفس القصة، 20 سن، كل ربع فيه 5 أسنان. اذا عندنا اللي في النص، بس نظام التسمية اللي في النص اللي هو الـ FDI، اللي هو داير ان البيرمننت والبرايمري هن 2 أرقام بس، وحدات من 1 لـ 4 وحدات من 5 لـ 8. قلنا هنا 5 لـ 8 هنعرف انه يحكي على الارباع اللي قعدت في البرايمري، لو من 1 لـ 4 معناها الارباع متاعات البيرمننتيز. هذا علاش قلنا انه ممكن من عيوبه اللخبطه حتكون بين النظام الاف دي اي وبين اليونيفرسال. شنو عيب البالمر؟ اول نظام انه هو انا حنلخبط بين هل اذا كانت السن رايت ولا ليفت. طبعا هنا ممكن تتساءلوا ان الموضوع هذا اوكي شرحه وفهمتوه، لكن لقين صعوبه انكم تحفظوه، مش حينحفظ من اول مره، بس يبي منك التكرار كيف الاسطح متاعت السن، الميزيال والديستال والبكل واللينجوال. كيف ما قلت لكم اتعبوا في الشيت هذا، حاولوا تقنطوه لانه هو المفتاح، بعدها حتلقوا كل حاجه سهله وماشيه باريحيه، الموضوع يمشي كمقارنات. بس ما تكونش مهزوز في الشيت هذا لانه حتتعب في الشيتات اللي بعدها. انا بهيك نكون كملت لكم اول شيت من شيتات مادة الدنتال اناتومي اللي هو شيت الانترودكشن والنومنكليتشر. نبي ملاحظاتكم، لو في اي حاجة تتطلب التوضيح مستعد ندير لها فيديو جديد نشرحها من البداية، ولو لقيت حماس والتفاعل منكم انا مستعد ندير لكم امتحان امسكيوات ونغطي لكم كل الافكار والاسئلة اللي ممكن تجي في الشيت هذا، وحنستعين حتى باسئلة امتحانات سابقة فقط لو شفت تفاعل منكم وتجاوب على الفيديوهات. نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق.